فرحانة فيه يا نور؟ ده ضنا يا فاطمة، ده حالته ده صعب على الكافر. شوفي ربنا عمل معاه ايه ومعاكي ايه، رجعك شغلك وخلاكي تقدري تنسيه، وهو ربنا يتولاه برحمته. قولي لي يا نور، بعد ما رجعت شغلك هتشدي عليه المقالات ياها؟ ازاي يا فاطمة وهو في الظروف اللي زي دي؟ أصيلة يا حبيبتي، ربنا يخفف عنه جرحه. بصي بقى، انتي وحشتيني وعايزاكي ترجعي تجارتي تاني، ممكن ولا لا؟ ممكن، بس ايه السبب الحقيقي بقى؟ تبقي جنبي وابقى جنبك، هو ده مش كفاية؟ كفاية. يبقى من النهاردة يا نور. والله العظيم بحبك وما اقدرش كمان استغنى عنك. في ايه بس يا امان؟ وبعدين ما بحبش في الدنيا غيرك. يا سلام، والهانم مراتك. مراتي ايه بس؟ تحبي نتجوز دلوقتي؟ دلوقتي دلوقتي؟ بصي يلا بينا على المأذون. وإيمان قفا يا مصطفى، في ايه؟ ايه يا امان؟ كفايه بقى، كفايه ان ماما كان نفسها تشوفك كنت متجوزه وقاعده في بيتك. اه يعني عشان مامتك وبس؟ لا، عشان ماما شويه وعشاني انا كمان شويه. عارفه يا ايمان يا حبيبتي، انا بحبك حب كبير قوي. الحب ده لو اتوزع على العالم كله، العالم كله هيعيش في حاله حب. الله، اليوم ده جميل قوي يا جوزي. كلمة جوزي طالعة من شفايفك قمر يا مراتي. احنا مش خلاص كتبنا الكتاب؟ ربنا ما يحرمني منك يا مصطفى. ولا يحرمني منك يا قلبي. بصي بقى، انا عايز املى الشقة كلها اطفال، عايز اربع اطفال، واحد يقول الحقني يا بابا والتاني يقول الحقيني يا ماما، وده يعيط وده يصرخ. باختصار مش عايز انام ثانية واحدة. بتضحكي علي، انا بتكلم بجد. عليك يا حبيبي، شايفاك مستعجل قوي على الاطفال. مستعجل ده قليل قوي عليا يا امي. نفسي استقر معاك يا بنت الناس واخلف منك اطفال. قول ان شاء الله. طيب هو انا يعني لو حملت هتفضل برضو مع شذا؟ ده انهيار عصبي. انهيار عصبي من ايه؟ من الاستاذ. عمر اسمعني كويس، انا طول عمري طموح وطول عمري عاوز احقق احلامي بسرعه كبيره، واشتغلت عند والدك سواق، والمهنة دي مش بتاعتي، لأنك عارف إن أنا خريج جامعة ومعايا شهادة جامعية، وشفت ذل أمي قدام عيني وهي بتشتغل عندكم خدامة، لكن أنتوا مش السبب في الشغلة دي، الظروف هي اللي أجبرتنا عليها، والأهم من ده كله إن أنا قررت أبقى زي والدك في يوم من الأيام. إزاي؟ هو ده بداية الطريق. حطيت والدك قدامي مثلي الأعلى عشان أحقق كل اللي نفسي فيه في أسرع وقت ممكن. خرجت معاه وشجعته على الفساد، وشجعته كمان في مغامراته عشان أحقق كل اللي نفسي فيه، والحمد لله فعلا حققت جزء كبير قوي من أحلامي. شوف يا مصطفى، اللي انت بتقوله ده كله كوم، واللي حصل مع امي كوم تاني خالص. اسمعني اسمعني يا عمر، ما تقطعنيش وسيبني اكمل كلامي.
لما والدك ووالدتك انفصلوا عن بعض لقيت والدتك لوحدها، وسهل جدا اي حد يخش جواها. انا انتهزت الفرصه دي وقلت اخد مكان والدك مثلي الاعلى. يا ده انت انسان بشر انت هازي. قول كل اللي انت عاوزه. انا عارف، بس انا كان كل همي ان انا اكسب الفرصه دي واتجوزتها وعشت معاها، اكتشفت حاجات كتيره قوي ما كنتش شايفها فيها. انسانه طيبه وقفت جنبنا، وقفت جنب امي واخواتي وساعدتني واتجوزتني وادتني الامان، وعملت لي كمان توكيل للشركه. بعد ده كله اكتشفت ده بعد وقت، بس كان فات الاوان. كنت انا اتجوزت البنت اللي اختارتها امي، البنت اللي انا حبيتها، وشالت في بطنها ابن مني. الحقيقه ما بقتش عارف اتصرف. عايز اقول لها وقعت في حيره، حتى افكر اقول لها ازاي. في الاخر قررت ان انا اقول لها، ولو وافقت نكمل مع بعض، ما وافقتش كل واحد يروح لحاله. أسلمها كل أوراق الشركة والمستندات المهمة. لكن انتقام ربنا كان أقوى انتقام. ماتت اللي أمي اختارتها، ماتت اللي قلبي حبها، ماتت وخدت كل أملي اللي نفسي فيه. ابني شوف يا مصطفى، اللي انت لازم تعمله انك لازم تطلق امي، تيجي بكره معايا الصبح الشغل تديني كل المستندات اللي عندك، ونشوف شو وشك بعد كده تاني. حاضر حاضر يا عمر. خلاص راح كل الناس اللي انا كان نفسي اعيش معاهم، حقق لك كل اللي انت عاوزه. سامحني يا عمر، سامحني. امتى حصل الكلام ده؟ انهيار عصبي؟ ازاي؟ ايه؟ متجوز؟ طبعا ده من حقه يعمل كده بقى، واكتر من كده كمان. طب هدي نفسك انت بس يا علا. اجي فين يا بنتي؟ لا طبعا ما اقدرش. وبين حتى زجيت هاجي اعمل ايه؟ طيب يا علا، طيب طيب حبيبتي، يلا مع السلامه. ادي النتيجه، راح تتجوز عيل. دي شازة؟ أيوة طبعا، هو في غيرها؟ طب وملك مبسوط قوي كده ليه؟ ما اللي عايزاني أعمل إيه يا دينا؟ أعيط يعني؟ لا مش لازم تعيط، بس على الأقل لازم تكون زعلان، دي مهما كان أم ولادك. والله ما أنا عارف أعمل إيه ولا إيه. ده علا عايزاني أروح أبص على أمها. طب ما أنت لازم تروح يا سامح. أروح إزاي بس يا دينا؟ طب وإنتي؟ أنا؟ وهو أنا معقولة هغير من ست مريضة؟ دي مهما كان أم ولادك ولازم تكون جنبه. طب إيه رأيك تيجي معايا؟ لا أنا مش لازم أروح في ظروف زي دي. عشان خاطري بقى يا حبيبتي، وحياة غلاوة عولة عندك تاخدي دي عشان خاطري يا ماما. ادخل. اتفضل. سلامتك يا شاسة. لا 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 لا. ايه يا ماما؟ ايه يا ماما؟ في ايه تاني؟ لا ماما قتلني، ده قتلني.
سامحني بكره بكره بكره. ماما ايه في مالها؟ ايه مالها ماما؟ مش عارفه عمر الحقني قوي ماشي من بابا عملت كده. طب انا هجيب لها وانا تهديها. بابا معلش عشان خاطري تعالى معايا ورا. بكره بكره خربوه. بس يا ماما بس يا ماما ايه يا ماما بس يا ماما معلش حقك عليا. لو اعرف ان انت هتعملي كده انا ما كنتش خليته يجي. حقك عليا. خلاص يا ماما خلاص يا حبيبتي عشان خاطري. انا ما كنتش فاكر ان حالتها وصلت بالشكل ده. بتقول عليا ان انا اللي ذبحتها. ده مصطفى هو اللي ذبحها. يا بابا اللي حصل من مصطفى ده مجرد جزء صغير، انما اللي حصل من حضرتك هو الاساس. ما تقولش كده يا عمر، الكلام ده مش مظبوط. انا مش اول واحد يتجوز ولا اول واحد يتطلق. عارف يا بابا عارف. محدش عارف ايه اللي جواها. ماما تعبانه تعبانه قوي. ربنا يشفيها. على كل حال انا همشي دلوقتي، واذا احتجت لاي حاجه بتصل بيا. طبعا يا حاضر. خلي بالك من نفسك. عمر هو بابا مشي؟ ايوه. ولا هو مين اللي قاله؟ انا كلمته. هو انت كنت فين؟ كنت مع مصطفى. خليته يطلق ماما قدامي. طب يعني يا عمر مش كنا نستنى لما الامور يعني. استنى ايه اكتر من كده بس يا علا؟ وعلى فكره مصطفى تنازل عن الشركه وعن كل الفلوس اللي اخذها. دكتور يا دكتور ايه الاخبار يا دكتور؟ طمنا. والله يا جماعه اللي حصل النهارده ده مباشر بدل حاله الصمت اللي هي كانت فيها. احنا على العموم هنستنى يومين او ثلاثه وبعدها نشوف النتيجه هتكون ايه. بس اهم حاجه هنمنع عنها زياره اي حد ممكن يعرضها للانفعال اللي كان فيه النهارده، لانه لو اتكرر هتكون نتيجته سيئه جدا. حاضر يا دكتور. ان شاء الله يا دكتور. يعني في امل؟ كله بامر الله. انا متشكرين. هي عامله ايه دلوقتي يا عمر؟ نامت بعد ما خدت الحكم. عموما انا هفضل جنبها لحد ما تقوم بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله تقوم بالسلامه. اكدب عليك لو قلت بحبك لسه اكدب عليك. اكدب عليك لو قلت نسيتك همسى اكدب عليك. استاذ عيب كده. عيب؟ انا اللي عيب يا استاذ؟ امال انت اللي قاعد بتعمله مع المدام ده يبقى اسمه ايه؟ ها؟ اسمه ايه المدام اللي دخلت بيتي وكلت عيشي وملحي؟ يا مدام شذا حضرتك فاهمه غلط. أنا والأستاذ سامح كنا بنتكلم على مشروع شركة بيننا. على فكرة أنا مراته وحامل كمان. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. اتفضلي. تشربي ايه؟ لا ولا حاجة ألف شكر. الحقيقة يعني أنا أسفة إن أنا جاية في وقت زي ده. يعني الوقت متأخر وما خدتش منك الإذن حتى بالتليفون. بس للضرورة أحكام. أنا تحت أمرك. أصل الدكتور
قرر يعمل لي العملية بعد بكرة. طب كويس قوي الحمد لله. الدكتور هياخد كام؟ لا الحمد لله الدكتور خلاص اتبرع لي بأجرة ايده. يعني مش هياخد حاجة؟ لا إله يستره. امال يعني انت جاية؟ لا انا جاية عشان حاجة تانية خالص، عشان ابني. مش عارفة اوديه فين وانا بعمل العملية. الحقيقة مدام نور ما لقيتش غير حضرتك اقدر اطمن عليها عندها، والصراحة دي كانت وصية المرحوم. بس انا الدكتور طمني، قال لي ان شاء الله لو ربنا نجاكي من العملية رقدتك مش هتطول اكتر من اسبوع. ممكن يعني ولو فيها ازعاج اسيب ابني عندك الاسبوع ده. بس الظروف. هي الحقيقه اصل نور عندها ظروف صعبه شويه اليومين دول. انا اختي في المستشفى تعبانه قوي وانا لازم ابقى معاها. طب ممكن الدكتور يأجل عملية أسبوع واحد بس؟ الحقيقة في المستشفيات اللي زي دي السرير هو اللي لما بيفضى اللي بيحدد ميعاد العملية. ما تشغلوش نفسكم، أنا ممكن ألغي العملية خالص وأقعد جنب ابني، وربنا يساعدني على الألم اللي أنا حاسة بيه. أنت تقدري تساعديني في الموضوع ده؟ تحت أمرك. يعني نبقى ربطشيات مع بعض؟ أوي أوي. هنا استني يا هنا، إحنا لقينا حل، ابعتيلي الولد. حقيقي؟ ايوه. انتي قبل العملية على طول عدي عليا، لو ما لقيتنيش بيسيبي عند مدام فاطمة. كتر خيرك كتر الف خيرك. ربنا يساعدك ويشفيكي من كل مرض وما يوقعك في ضيقة ولا يحوجك لحد ابدا. ربنا يقومك لينا بالسلامة ان شاء الله ولابنك. صباحوا على خير. وانتي من اهل حياتي اتفضلي. يلا حبيبي. عال طول عمري بقول انك انسانة عظيمة يا نور. اهو انت اللي انسانة عظيمة قوي. تعرفي ان الولد ده عشته معايا هتخليني اسعد واحدة في الدنيا. اشمعنى؟ هيرجع لي سنين عمري طويلة، اصل انا بنتي بقت شابة خلاص. ربنا يخليها لك. ابن احمد هيخليني امارس الام اللي اتحرمت منها، ربنا عوضني بيها. الله يرحمك يا أحمد، أسعدتني في حياتك وفي مماتك. بقولك إيه، إحنا عايزين ننسى مبارح ونعيش في النهاردة. قوليلي إيه أخبار شذا؟ هتفضل قاعد كده لحد إمتى؟ بتقولي قال دبحتني وقتلتني. كأن أنا السبب في اللي عمله معاه مصطفى. وهو أنت السبب طبعا. أنتوا ليه كلكم بتقولوا كده؟ ما هي السبب في انفصالها. عارف يا سامح، أنا في الأول صدقتك إن هي ممكن تكون السبب في هروبك من البيت، بس بعد ما عشت معاكم وعرفت حاجات كتيرة ما كنتش أعرفها، عرفت وتأكدت انك ممكن تكون راجل لعبي. طبعا مفيش ست هتقبل كده. طب ما انا معاكي اهو، عملت ايه؟ الله اعلم. نعم الله اعلم. انت عايزه تقولي ايه بالظبط يا دينا؟ خلينا في موضوعنا يا سامح. انت مش عرفتني وانت معاها وعرفت الممثله اياها وغيرها وغيرها، ما ترد عليا. انت عايزه توصلي ليه؟
عايز اوصل يا سامح ان اللي بيدي كتير ومن غير حساب بيبقى منتظر من الطرف التاني على الاقل الاخلاص والوفاء. وانت بتقولي ان هي وابوها ادوك كتير قوي ووقفوا جنبك وما خدتش منك حتى الحب. وعايز اقول لك حاجه بقى، انا كمان زيها بالظبط. جرالك ايه يا دينا؟ انت بتعايريني عشان احنا بقينا شركة وانا خدت منك؟ يا حبيبي انا لا بعايرك ولا بقول ان اديت، انا بس خايفه يجرالي اللي جرالها. الله 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 الله، ده انت بتدافع عنها اهو وخايفه لا تكوني زيها، وايه الحكايه بالظبط؟ الحكايه ان الواحد لما يغلط يا سامح مش عيب ابدا انه يصلح الغلط. قصدك ايه؟ اني ارجع لها يعني؟ ما هي مش هترضى، واكيد طبعا انا ما اقصدش كده. انا قصدي ان احنا ناخد بالنا من حياتنا اللي جايه وناخد بالنا كمان من حياه ولادنا. انا عمري ما عملت ضد مصلحه ولادي. اه طبعا، عشان كده بقى عايز تعيشهم على مزاجك، يعني تشوف اللي في مصلحتهم تطلق وتخرب بيوت وتسفر وتتهم عشان انت شايف ان ده في مصلحتهم، مع ان الحقيقه ممكن تكون غير كده. حسام، انت ايه اللي جابك؟ انا عايز اشوف محمود ابني. انت لسه تعبان؟ محمود فين؟ انا جيت له، هو فين؟ انت رايح فين؟ عايز اشوفه، انا عايز اشوفه. انا ما عنديش حد. ارجوك يا نور، ارجوك ارحمي حالي. وانت ليه ما رحمتش حالي يا ستي؟ حقك عليا. يا ريت كان بايدي. خلاص، نور اللي انت تعرفها زمان قلبها مات واتدفن. ارجوك يا نور ما تحرمنيش من ابني بعد ما راح مني ابني الاولاني. انا ما عنديش ولاد ليك. لا عندك، وده حقي وهشوفه. وريني هتاخد حقك ده ازاي وامتى؟ بالحق وبالقوه بالقانون. انهي قانون؟ قانون اللي بتموت بيه الناس وتدوس عليهم، ولا قانون الانسانيه اللي مات جواك؟ لا يا نور، بقانون الابوه، بقانون جرحي دلوقتي. داوي جرحك بعيد عني، كفايه اللي انا فيه. كنت في الاول عايز اعذبك، لكن بعد اللي جرالك خلاص مش هتتحمل. انت مالكش ولاد عندي. المقابله انتهت، اتفضل. انا هوريكي ازاي هاخده منك وازاي هشوفه. مش عايز اشوفك هنا تاني. مش راضية. حقها، ده ابني، تاخده بالقانون. نور اتغيرت قوي وانت السبب، كان بيحافظ عليك. انا محتاج محمود دلوقتي، محتاجه قوي. انا مش فاهمة ازاي هو متخيل ان عنده ابن منك وهياخده بالقانون كمان. طب يعملها كده ونثبت عليه الجنون الرسمي، واللي هيساعدنا في كده انه دخل مصحة نفسية بعد الحادثة. ضميره تعبه من كتر اللي عمله، حس ان ربنا بينتقم منه، شرب من اعماله فدخلوه المصحة. طب قوليلي اعمل ايه لو جالي تاني؟ بصي، انا هركب جرس مباشر بين شقتك وشقتي، واول ما جيلك دوسي على الجرس على طول، هكون عندك في ثواني. بس اهم حاجة ما تخليهوش يخرج غير لما جيلك. طب لو جالي ضربني ولا عمل فيا اي حاجة؟ لا لا لا، ما تقلقيش. انت بتقولي انه تعبان نفسيا ومرهق والحزن مليء، ده مدبوح من بره وجوه. احنا اهم حاجة عندنا عايزين نثبت اللي بيعمله معاكي عشان يبطل كل ده. المحمود قال، جاب الحكاية دي منين؟ على فكرة ممكن المسألة دي تكون ثابتة في خياله على انها حقيقة ومصدقة كده، تبقى المسألة مش سهلة أبدا. طب لو جالي وابن هنا عندي
انا خايف يعمل في الولد حاجه ولا يخطفه. ليه؟ هو عبيط للدرجه دي؟ مفيش فرق عمر واضح. انا عارفه بقى، ما هو حالته مش طبيعيه، ممكن ما يفرقش، دي تبقى كارثه. طب والعمل يا فاطمه؟ بصي، طول ما الولد معاكي ما تفتحيش الباب غير لما تبصي من العين السحريه، ومهما تخبط عليكي ما تفتحيش، ودوسي على الجرس، هكون عندك في ثواني وسيبيني انا اتصرف. بتفكري في ايه تاني؟ في الحاله اللي وصل لها حسام. انت ما تتصوريش انا زعلانه عشان قد ايه. انت ما شفتيش الحاله اللي كان داخل لي بيها؟ معقوله ده حسام اللي كان يقول الارض تهدي ما عليكي ادي؟ يا خساره يا حسام. انا بقول يا خساره على الليل اللي هيعدي من قبل ما ننام، ولا ايه؟ حاضر، يلا نروح. يلا. اهلا يا مصطفى. وينك يا مصطفى؟ تعبان، تعبان قوي محمود، ومش هستريح الا لما شازه ترجع زي الاول واحسن. ما انت اللي عملت في نفسك كده يا اخوي، مش وقته الكلام ده يا محمود. واللي تعبني اكتر ان انتوا كنتوا شايفين شازه، شايفينها بشكل وحش خالص. ربنا يشفيها ويقومها بالسلامه، على الاقل عشان ترتاح انت يا اخوي. باذن الله هتقوم بالسلامه، بس شد حيلك انت. حسني وعذاب يا معتز، بقوا اكبر واقوى من شدتي عليهم. هتقوم تريح لك شويه يا اخوي. تعبان، مراتي وابني اللي كنت بتمناهم في الدنيا، اللي عملت كل اللي انا عملته ده عشانهم راحوا. وراحت معهم راحت البال. وامي، امي من ساعه ما سابتني والدنيا ضلمه في عينيا، سامعها وهي بتنادي عليا في كل حته في البيت، وهي بتقول يا مصطفى. نفسي ارمي دماغي في حضنها وترقيني زي زمان بايديها. سامحيني يا اما، سامحيني يا اما. امي وحشانه يا سلمى، نفسي ارمي نفسي في حضنها. هي كمان كانت نفسها تاخدك في حضنها قوي قبل ما تموت وتودعك يا مصطفى. ربنا يرحمك يا ماما، ربنا يرحمك يا خليل. جرى يا جماعه، ما توحدوا الله، امال مش كده؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. رايح فين يا مصطفى؟ عايز اقعد مع نفسي شويه يا محمود. انا بقول خليك معانا احسن، يعني بدل الوحده اللي هتزود حزنك دي. لازم اقعد مع نفسي اكتر من كده عشان اعذب نفسي اكتر. بعد شوية بيدخل يقعد معاه سلمى. لا، أنا لا أدخله، مش هسيبه تاني لوحده أبدا. أخويا هيضيع مننا كده. أزمة وتعدي بإذن الله، مصطفى جامد وهيعديها. ما دام عندك الإحساس ده يبقى أنت أكيد اتغيرت يا مصطفى،
وبقيت انسان تاني خالص غير اللي عرفته طول عمري، وده شيء جميل قوي. لو كنت عرفت اللي عرفته ده من زمان يا محمود قبل ما يروحوا مني الغاليين كان فرق كتير قوي. معلش يا مصطفى، كل حاجه مكتوبه، وبعدين العمر متقدر بالدقيقه والثانيه. المهم تعالى نشوف هتعمل ايه في بكره. بكره هو فين بكره ده؟ وعمله لمين وليه؟ ليك يا مصطفى. معلش، كل حاجه في الاول بتبقى صعب لكن بعد كده بتهون وبتتنسي. لكن اللي جوايا ده صعب يتنسي. اللي جوايا جبل، جبل يا محمود، صعب يتهد. متهيألك يا اخويا. معلش، هي في الاول كده بتبقى صعبه لكن بعد كده هتبقى ذكرى. المهم تعال نفكر في شغلانه تليق بشهادتك ومركزك. مركزي؟ هو فين مركزي ده؟ المركز ده اللي كنت فيه ما كانش بتاعي، كنت سرقه. لازم يا محمود الواحد يبتدي صح عشان يبقى بدنا آدم من أول وجديد. يا سلام، أهو النهاردة أسعد يوم في عمري وأنا بسمع منك الكلام ده يا مصطفى. خلاص يا سيدي، اطلع السلم من أول وجديد. بس الواحد لازم يلاقي الأول السلم اللي يطلع عليه. مدام سهير، أنا مستنياكي من بدري. أهلا وسهلا، تفضلي. أنا تحت أمرك. أنا جاية ترجاكي تخلي حسين يشوف محمود. محمود مين؟ ابنك وابني. أنا ما عنديش أولاد يا مدام سهير. أرجوك يا نور عشان خاطري أنا، وما أعتقدش إنك مش هتعملي لي خاطر لأني كنت دايما معاكي وياكي. خاطرك غالي عليا قوي، بس انا ما عنديش اولاد. نور انا بترجاكي. عشان مين؟ عشان حسام. تترجيني عشانه بعد اللي عمله فيا وفيكي؟ ده قتلني انا وانتي. مش وقت الحساب دلوقتي. هو مالوش عندي حساب، راح وانتهى. بس انا ليا عنده حساب، حساب العشره والسنين، حساب الحب اللي عشته معاه. يا مدام سهير، ده شريك عمري يا نور، ده أبو بنتي اللي باقيه لنا، وما كنتش أقف جنبه دلوقتي وفي الظروف دي بكل قسوتها عليه، مين هيقف معايا ويخفف عنه غيري؟ أنا ما كنتش أتصور أبدا إنه هيتهز للدرجة دي، ده طول عمره قوي ومفيش أي حاجة بتأثر فيه أبدا. يمكن ضميره صحي من الصدمة، ولا الإيمان اللي كان غايب عنه بيعذبه جواه. حتى لو ده حقيقي يبقى لازم كلنا نقف جنبه على الاقل عشان ما يرجعش زي الاول. مش بايدي، صدقيني مش بايدي يا سعدو. انا ما عنديش اولاد. ارجوك يا نور، ارجوكي، ارجوكي انت تصدقيني. قولي لي من فضلك افندم، حاله مدام شازا عامله ايه دلوقتي؟ يعني طب هي هتخرج امتى؟ لا لسه. في حد عندها؟ لا هي لسه واخده حقنة ونايمه. شكرا. لازم تسامحيني، لازم. ايه ده؟
أيوة يا سيدي هرفع قضية. لما تيجي هفهمك كل حاجة. بسرعة لو سمحت. سلام. بتبصي لي كده ليه؟ أبدا. بس مستغربة إن الإنسان هو اللي بيعمل كل حاجة تضره وفي الآخر يستغرب إنه بيدفع الثمن. أنا مش ناقص مواعظ، كفاية اللي أنا فيه. اللي أنت فيه ده عملته بإيدك يا حسام. واللي إحنا فيه كلنا كمان أنت المسؤول عنه. كل الأحزان والجروح اللي جوانا وعايشينها معاك أنت المسؤول عنها. أنت فاكر لما تذبح وتهد في الناس هيسيبوك تعيش في أمان؟ لا. هيذبحوك ويهدوك هما كمان. ويمكن ساعتها هدمهم ليك يبقى أكبر وأقوى من اللي أنت عملته فيهم. كفاية بقى كفاية. لا مش كفاية. لازم تسمع وتفهم. عاوز تهرب؟ مش هتعرف. لأن صوتي هيفضل يصرخ جواك ومش صوتي أنا لوحدي. صوت كل اللي أذيتهم يا حسام. في حاجة حنان؟ مصطفى عاوز حضرتك بره. مصطفى خليه يدخل. صباح الخير. صباح الخير يا مصطفى. اتفضل. الدوسي ده فيه كل المستندات الخاصة بالشركة. في حاجة تانية؟ هتلاقي جوه الدوسي ده أسماء العملاء اللي مديونين للشركة بشيكات، والشيكات موجودة. وفي شحنة كنت طالبها بإذن الله هتوصل بعد أسبوع. كل المستندات بتاعتها موجودة برضو. وفي كشف بكل أسماء العملاء وعناوينهم اللي احنا بنتعامل معاهم من بره، بيجيبوا لنا بضاعه. يعني الدوسي ده باختصار في كل شيء. لو احتجت اي حاجه مني اتصل بيا وانا اجي لك على طول. انا متشكر يا مصطفى، متشكر قوي. كنت محتاج من حضرتك حاجه. خير ان شاء الله. كنت بطلب يعني انك تكلم مدام شازة عشان تسامحني. لما تقوم بالسلامة نبقى نتكلم في الموضوع ده. اسامح بيه في دي ما وعدكش. هروح له واطلب منه سماح. مش وقت يا مصطفى. عشان خاطري يا عمر انا تعبان. اللي انت عملته ده كفاية قوي. العقد ده عقد بيع مني لوالدك. ده عقد بيع عربية. اشمعنى يعني؟ يعني العربية اللي انا اشتريتها ما كانتش من حر مالي. افتحوا سامحني يا عمر. الإنسان ممكن يتغير فجأة للدرجة دي. أهلا أهلا يا حضرة المدير. أهلا أهلا يا طنط. أهلا أهلا. ازيك يا عمر؟ ازاي صحتك؟ إيه مصطفى كان هنا بيعمل إيه؟ غريب أوي. جه ورجع لي حاجات كتير كان واخدها من ماما وبابا. ده اتغير خالص. الأزمات بتصحي الضمير يا عمر. يا سلام. هي يعني الأزمات لازم تحصل عشان الإنسان يبقى كويس. ما هي موجودة في حياتنا ليه؟ للي يتعظ وما ينساهاش. بس انا مش مصدق. ده بقى انسان تاني خالص. للاسف يا بهوات مش هيجي النهارده كمان. ده بقاله اكتر من شهرين ما بيجيش ومعطل مصالحنا ومصالحه هو كمان. انا هضطر اتعامل مع شركه تانية. وانا كمان. يا جماعه حسام بيه بيمر بظروف قاسيه جدا. ارجوكم اتحملوه شويه. هو مفيش واحد ابنه بيموت. يا جماعه اقفوا جنبه شويه. الشركة ياما اتحملتكم،
استحملوا بعض يا مهواد. معلش. يلا يا صالح بيك. جه؟ لا ما جاش يا سيدي. طب وبعدين؟ أنا عندي حسابات كتيرة ولازم أقفلها. وأنا هعملك إيه يا أخي أنت كمان؟ كلمه في التليفون أو حتى روح له بنفسك وخد الأوراق دي معاك. لا هو عايز يرد على تليفون ولا يقابل حد. أعمل إيه أنا دلوقتي؟ ده إيه المفاجأة الحلوة دي؟ نورت الشركة يا بابا. الله يخليك حبيبي. أهلا وسهلا في شركتك يا سامح. أنا جاي علشان أبارك لابني ولو إني زعلان منه علشان فضل الشركة هنا عن شركتي. هنا وهناك واحد يا بابا، بس هنا محتاجيني أكتر دلوقتي. والدليل على كده وجودي أنا والأستاذة فاطمة معاه، بس الأهم من ده كله وجودك أنت جنبه يا سامح. ده مش عايزة كلام يا طنط. أكيد طبعا. فلوس عمر هي فلوس الأستاذ سامح. قولي بالعكس بقى يا أستاذة. ده أكيد طبعا. قولي يا حبيبي، عايز حاجة؟ أنا ما استغناش عن حضرتك أبدا. كل اللي عاوز إنك ما تسيبنيش أنا لوحدي، لازم تعدي عليا يوم ورا التاني. خلاص، تحت أمرك يا سيادة المدير، بس اعمل حسابك، الشركة دي لازم سمعتها ترجع تاني زي ما كانت بالظبط. ده أكيد طبعًا يا بابا، وعلى فكرة، في حاجة ليك معايا. اتفضل حضرتك. إيه ده؟ ده مفتاح عربية، عربية مين دي؟ عربية حضرتك، مصطفى جاب كل حاجة خدها من حضرتك ومن ماما، وكمان اترجاني إني أخليك تسامحه. ياه، للدرجة دي؟ ده بيغسل نفسه أكيد. ده شيء جميل. المهم يا سامح، هتخلي حنان تسامحك إزاي؟ العملية الصبح بدري. إن شاء الله تقبلنا بألف سلامة. قلبي معاك يا مدام نور. قلبها اللي معاكي هو ابنها يا نور. أنا عارفة طيبة قلبك وحنيتك، وعلى العموم شادي مؤدب قوي وحيسمع كلامك في كل كلمة تقوليها له، مش كده يا شادي؟ أيوة، بس ما تغيبيش علي يا ماما. ربنا موجود يا حبيبي. هي العملية إن شاء الله الساعة كم؟ الساعة 11 الصبح بإذن الله. كلنا هنبقى معاكي طبعا. على فين؟ هروح انا بقى. لا، انت تفضلي معانا انت وشادي لحد ميعاد المستشفى عشان نروح كلنا سوا. زي ما قالت مدام فاطمه بالظبط، انت هتفضلي معانا هنا، وبعد اذنك يا فاطمه هي هتقعد معايا هنا. واحد يا حبيبتي. بصراحه مش عارفه اقول لكم ايه، بس انا كل يوم بيتاكد لي كلام ابو شادي عنك يا مدام نور، عن حنيتك وطيبه قلبك. الله يرحمه ويحسن اليه، نور ما فيش زي قلبها في الدنيا. اتفضلي تعالي. تعالي يا حبيبي، تعالي يا شادي. عارف بقى، انا هنجيب لعب كتير كتير قد كده، وهنخرج نتفسح كل يوم لغايه ما ان شاء الله ماما تقوم لنا بالسلامه. ايوه، ما هي ماما قالت لي واذا ماما نور كانت مشغوله هنخرج انا وانت كل يوم. موافق؟